وبالتالي احنا عملنا خطة عمل مكثفة يعني عندنا تسليمات ان شاء الله 30 تسعة عندنا تسليمات 31 12 وهنفضل كده مستمرين لغاية 31 12 25 ان شاء الله هيبقى عندنا يعني بأقصى تقدير كل ثلاث شهور ما كانش أقل كفترة زمنية هيبقى في عندنا حجم تسليمات كبير جدا لوحدات الإسكان الاجتماعي وطبعا احنا بنقدمها زي ما حضراتكم عارفين مكتملة الخدمات والمرافق والحقيقه مشروع زي ما قلنا كده مشروع مميز وفريد. ده كده بالنسبه لمشروع سكن كل المصريين. برضو من ضمن المشروعات الحقيقه الهامه برضو معانا المشروعات الوحدات السكنيه في الانماط المختلفه زي دار مصر او جنه او سكن مصر والحقيقه احنا في هذا الاطار عندنا برضو خطه الحقيقه هنعملها بتنسيق مع قطاع الشؤون التجاريه العقاريه في هيئه المجتمعات بحيث ان احنا نشتغل على ملف الاتاحة المباشرة من خلال اجهزة المدن بالنسبة للمدن اللي ممكن يكون ما عليهاش رواج او طلب عالي والحقيقة النموذج ده احنا لما عملناه قبل كده كان في اقبال كبير جدا وحقق رواج كتير جدا فاحنا برضو هنعيده تاني في مجموعة من المدن ده هيبقى برضو متوقع له ان شاء الله على شهر اكتوبر كده يعني او قبل كده كمان ممكن يبقى متاح معانا بحيث ان يبقى في اتاحه مباشره وما يبقاش في مركزيه بالعكس العميل هيتوجه لجهاز المدينه ويقدر مع الزملاء هناك في الجهاز يتم تخصيص الوحدات السكنيه بامر يسير جدا وسهل للمواطنين. الجزئيه الثانيه برضو هي الطرح العام اللي هيتم وده في المدن زي ما حضراتكم عارفين اللي بيبقى فيه اقبال عليها بشكل كبير وده احنا مستهدفين له يعني على طول مباشره بعد الاتاحه المباشره هننزل بالطرح العام واحنا زي ما قلنا بنعمل نوع من انواع التوازن عشان ما يبقاش في اغراق في السوق العقاري بوحدات كثيفه مره واحده بنحاول ان احنا نعمل توازن والتوازن ده احنا برضو بنشرك فيه المطورين العقاريين معانا لان احنا يهمنا المصلحه العامه للدوله وبالعكس مصلحة المطورين في أنهم هم يبقوا كشركاء تنمية أنا بعتبرهم كده ويبقى عندهم الفرصة الكاملة برضو بدون نوع من أنواع التضارب أو التنافس يمكن يعني يبقى تأثير وتأثير سلبي إحنا الحقيقة واخدين ده في الاعتبار بشكل كبير جدا برضو إحنا ما الحقيقة العاملين بالخارج أو المصريين بالخارج تحديدا وبرضو عندنا خطه طرح لاراضي ووحدات بيت الوطن ودي هنتاحها برضو ان شاء الله يعني يمكن في الحاجات اللي هي خاصه بالاستكمال احنا فتحنا بعض الحاجات وعندنا برضو خطه مع يعني نهايه العام كده هتبقى بشكل مكتمل بالنسبه للوحدات او للاراضي والبيانات التفصيليه على فكره بالكامل انا بس مش عشان ما اخدش وقت كبير لكن عندنا الخطه كلها كامله بالتوقيتات بالاعداد اللي خاصه بالوحدات والاراضي السكنيه برضو بالنسبة للأراضي إن إحنا كده يمكن اتكلمنا على الوحدات السكنية هندخل على الأراضي السكنية الصغيرة والحقيقة إحنا برضو عملنا تنسيقات في هذا الأمر يمكن كمان مع الرئاسة بخصوص إتاحة طرح القطع الأرض السكنية الصغيرة خاصة في المدن اللي إحنا كنا بالفعل رفقنا فيها أجزاء وانتهينا من أعمال الوصلات المنزلية اللي فيها او في المدن برضو اللي الحقيقه ثقافه المواطن زي ما حضراتكم عارفين أنه هو يعني طموحه وحلمه ان هو يتملك قطعه ارض يبني عليها عقار يسكن فيه ابنائه معاه والحقيقه ده سائد وموجود في اماكن كتير جدا والحقيقه احنا بنعمل التنسيقات دي بحيث ان احنا هناخد هذه الموافقات وهننزل برضو بالاراضي السكنيه الصغيره واحنا عملنا حصر يمكن مع الرؤساء اجهزه المدن بالكامل ووفونا ب كل البيانات دي في قطاع التخطيط والمشروعات تمهيدا لطرح الاراضي دي بالاضافه برضو ان احنا هنخلق يعني محور جديد وده احنا الحقيقه كان له تجربه قبل كده سابقه اللي هو محور المستثمر الصغير من الاراضي او الاراضي خلينا نقول اللي هي الميني كومباوند احنا عندنا صغار المطورين واحنا يهمنا كوزاره اسكان ان احنا ندعم كل المطورين على كل المستويات فشايفين ان الحقيقه وجود الاراضي اللي هي السكنيه الميني كومباوند أو المساحات اللي هي ممكن تبقى للمستثمرين صغار المستثمرين دي برضو هتبقى معانا الحياة الفترة الجاية وهتنزل بشكل كبير